الفصل الثاني هو عبارة عن short circuit analysis. هو بالshort circuit analysis راح ناخذ الفولتس وأنواع الفولت، واللي هو two type of faults، اللي هم symmetrical fault اللي هو three phase fault and three phase to ground fault، والasymmetrical fault اللي هو single line to ground fault، line to line fault، double line to ground fault، and open conductor. open conductor ما راح ناخذه، وراح ناخذ بقية أنواع الفولت. بالنسبة لل symmetrical fault، احنا قلنا حساب التيار بالنسبة لل symmetrical fault راح يكون بطريقتين، يا اما بالطريقة ال internal voltage method اللي هو نوجد ال back electromotive force بحالة الترانزنت، فيكون إيجاد طبعا هنا هو شرح للأوسيليشن في حالة حدوث الفولت، والسب ترانزنت شورت سيركت رياكتنس، والترانزنت رياكتنس، والدايركت اكسس رياكتنس. وبالنسبة للسيمتريكال فولت واللود جنريتر، لما يكون عندنا لود مثل ما شرحناها انه مثل الفولت على شكل سويتش، وهذا بالحالة الاعتيادية انه open، ولما يكون عندنا fault راح يكون هذا السويتش close، وبالتالي هذا راح نحسب الباك الكتروموتيف فورس في حالة السويتش open، ولما يغلق السويتش راح نحسب التيار بهذه الاكويجن اللي احنا اتفقنا عليها، هاي تطلع عليها الانترنال فولتج ميثود، او نقدر نستخدم الثيفنين ثيورم بحساب الفولت، بحيث انه الاي فولت هو الفي ثيفنين فولتية الفولتية هنا على الاكس ثيفنين، الاكس المنظورة من هاي النقطة في حساب الفولت. وبعدين نستخدم الكرنت ديفايدر لايجاد الفولت في تو برانش. هنا مثال كلش مهم يوضح لك حساب السيمتريكال فولت لهذا جنريتر موتور سيستم، مو متوفر عندك موجود، وتقدر تتابع الحل ستيب باي ستيب، وهذا شرحي مسبقا. هنا على الانفينيت باس بار اللي اتفقنا انه كونستانت فولتج كونستانت فريكوانسي، والاكس ثيفنين ال هو عبارة عن الاس بيز الى الاس شورت سيركت كاباسيتي بالميجا فولت امبير، بحيث انه اذا كانت الاس بيز 100 والشورت سيركت ام في اي 1000، فراح يكون الاكس ثيفنين الى 0.1 بير يونت. وهنا ايضا كالكوليت اي فولت كان فور سيميتريكال 3 فيز فولت بالنقطة اف 1 والنقطة اف 2، هذا ايضا مثال حليناه موجود عندك. وهنا السيميتريكال كومبوننت اخذناها حتى ندخل بموضوع ال asymmetrical fault، وهكذا بالنسبة للمواضيع اللاحقة اللي راح نتناول بها المواضيع الباقية من موضوع الباور سيستم اناليسيز، اللي هي متوفرة على شكل مقاطع فيديو موجودة عندك.